أنا اللاعب الجيد اللي بحب اللعبي اللي بيهتم بلعبي هذا ابني. لعبة الكاراتيه هي لعبة قوية جدا، تجمع القوة العقلية مع قوة جسدية مع قوة روحية. ثلاث شغلات هذولا إذا كان اللاعب الكاراتيه لا يفقد واحدة منهم يكون لاعب ضعيف. المميز فيها أنه تكون هي عبارة عن دفاع عن النفس، يعني ما هي لعبة أذى أو مؤذي أو تأذي الناس. طبعا معروف مثل ما معروف عنا لعبة الكاراتيه هي اليد الخالية من السوء أو صاحب الأخلاق النبيلة. كان الظروف كأنا مقيم مدينة قباسية ما كان عندنا موجود نادي تدريب للكاراتيه، اضطريت أطلع الشام حتى أتعلم لعبة الكاراتيه، ولكن خسرت موضوع الدراسي، ما كان في عندي مجال أنه أتعلم بالمدارس أو ألتزم المدارس، لأني أنا كنت ملتزم مهني أشتغل عامل البلاط إضافي للنادي. يعني هي هوايتي كان ما حد يشجعني عليها نهائيا، كانت دائما محسوبة عليك تعب شخصي. بعدين صرت أنا أبحث على نفسي، طبعا أدور وين في بطولات، وين في مدربين خامات جيدة، وين في مخامات قوي، وين في مدربين تهتم بالبطولات. صرت أشارك بالبطولات وحصلت طبعا على مستوى جمهورية سوري، حصلت عدة مراكز، مثلا مركز أول، مركز ثاني على مستوى محافظة دمشق. بعد ما صار الثورة السورية استقر الوضع بال 2017، تعددت النوادي، صار في عنا نحن هون اهتمام كبير بالكاراتيه. يعني انه انا هون حسيت حالي انه رجعت حياتي، رجعت لي الحياة للعبة الكاراتيه، انه في مين عم بيهتم بالكاراتيه. انا اول فترة عانيت كثير بلعبة الكاراتيه، ما كان حد غيري بالمنطقة يدرب الكاراتيه، وهذا الامر كان يعطيني احباط. بس الولد يكون انه يستوعب الكلام اللي بحكيه معه، يسمع الكلمه، يلتزم بالتمرين، بقبله. يعني من 5 سنوات ومن دون كثير حريص انه لازم اللاعب يلعب لعبه الكاراتيه ويتاسس على لعبه الكاراتيه، لان هي لعبه الكاراتيه بتلم كل الالعاب الثانيه. ما ضل شيء عندي بالعمر يعني حتى يكون في عندي هدف انه اروح اشارك بطولات، ولكن هدفي انه انا الشيء اللي ما حققته يوصلوا اولادي او طلابي. وانا مفتخر انه انا اكون لاعب كاراتيه ويكونوا اولادي كمان يكونوا ابطال كاراتيه ويكونوا مدربين بالمستقبل ان شاء الله.